بسم الله وكفى السلام الله عليكم إخيار ميل والبود الدنيا ذكا جوكتان كسو دوادة ورباهنتي نيكوبها ودي ساوتن ميديا كوبريشن ومروال بعد كيشان ورارك عقيقوين كاسياسة دا إسديدن إيكوا إس أقل إسرا صبين يجيس كافريكا ما أداب ورهاية عوان كين واكاس عشر كوا غوصن غوصن وسياسة دين إسدبجو غاهايت ما أنتي وحانو ملاينا يا أخبار علوس أيام كسين دونا مسكح دادو مقلي دونتا سيدا عنو ملاينا أيو قاركين أنا مسكح دينا ويقلي دونتا لكن عشر كأيان هوركا قلي دونا دي الله يود لأي وكرع لنقضو مر الله بادي مرسا دحادو حاني دين لأينا يكسو دوادا ورباهين تيني كوبها ودي ساوتين ميديا كوبرايشن ومر والبعد كيشان ورركا حقيقوين كأه سياسة دا إسديدن إيكوا إسوغل سرسبين إيكوا سنخسن إيكيس كافريكا مجال هذا مقدشو كوحدة UBD حالي طولي دقال حلوس أيا نحمري دقال كاس انت أنا أقلين مدحوينها صوماليا يكوحدي سوحي قوان صدين إن لجفوه رمان وحي جوبلان كسو جيدة وحلالك كا هي الدولة الفدرال الصوماليات بالقدهيدة إن لقا حاقو في الصوماليا سيداسي أيا أقر شيسا وقادين هل يلبا وح لمدا اياكو هاري لبي يتمن حل ديبان ميا وحنو عاسيلين يساقال يتمن مكالي هلو لكن حتى الدقل اي مرفليه اي ماركا يسادر كل احمد مدوبي وي تاغيرين ماركا بدحويناها الصومالية مداني حسن شيخ محمود وحاكاقو ان ان ماركا يساقو حاقوه ماركا يساق انت كجرتا دولة الفدرال الصوماليات كي مادي جبلاند si uu xanuujiyo waliba wuxuu ku soo oogi doonaa musuqmaasuq ilaa markii hore dawladda axmed madoobe iyo xasan iyo way wada dhisteen wala wada boobayay hadda ma arkayse macnihii teamki jubaland oo waxaad arkaysaa ma arkayse musuqmaasuq qasay geysteen hebel warqad baa laga soo saaray waa xariiq waa la eedeeyay arrimahaasi ayaad sugan doontaan casharkaygana waxa weeye uu soo baxaa inta badan casharadeena isha ayaad ku hayn doontaa dii Allah wada la ku raali noqdo hadaan u gudubno marka si kooban magaalada Barawe ee caasimadda Mailand dhamaadka 2025ka Xasan Sheikh Maxamuud markayse wuxuu go'aan ku gaaray isaga iyo tiimkiisa xalay toole wada macnaheedu dagaalkii iyo doodii dhex martay oo aan idin la wadaagi doono Cabdul Qadir Maxamed Nuur Jaamac إن مدحوينها لغو دوران دونا ماشاس او نقضو مغالا دا براوي إن مدحوينها استيت كميلان عبدالقادر محمد نور جامع او نقضو ما هات سالادني كلا يرادو او تليه هوري اي ماركيس سردون كي نبطسوغيد دا قرن كاه إساقنا وحاوي ما دام الدقال عروس او نحمري دود دي حالي وحا نتيجدو لغو سو قويي ما هات سالاد إن كرسيقاسي قلمدو قلو دايو باشا عاير لو ديبو معني فريمها تيرادا بدن حسن شيخ محمود إن أنا لغو فرين ضرات حسن وحوكيري ما صلاة إسعدي إسعدي النتيجة دو حي نقطي بقالك يا حالي إن لغو قويو اللي يرادو أنك إسرقك أنك إس معني إسحقك إيانا ماركا إسر دقالك إسكوب بدينين حسن ونكان قلمدوك اللي وعلى قيابة ماركا ما صلاة دقالك إسي إنو يرى يرى حسن شيخ محمود شركي حالي طولي لقالي waxaa lagu yiri madaxweyne ma arkayse waxaan inaysan soconaynin waad u jeedaa maxaa ma arkayse aad ugu dhagantahay doorashadan macnihii qof ee codka ah oo ma arkayse adduunka oo dhan hadda uu ka soo horjeedo madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ma arkayse ku jawaabay nimayo anigu buuq ah ayaan ku qarinaya musuqmaasuqii aan sameeyay maxaa yeelay ragii ganacsatada ahaa ee soo dhisay inta macni lacagtoodu ay nuugayeen oo ciishada ay lacag ka sameeynaayeen maqaayadii ay maal gashadeen si musuqmaasuqasi aan loo arag ujeedkaygu waxa weeye koobaad in ma arkayse macnihii musuqmaasuqasi aan ku qariyo midda labaadna waxa weeye inaan teendhada hadhowdi waan ogahay buu yiri in aan laga yeeli doonin teendhadii ma arkayse inaan isugu imaan doono laakiin dadka meel cidlaan u diraayay waxyaabaha aan halaynayno inaan la xisaabtamin way xalay toole ma arkayse magaalada Muqdisho shirkii ka dhacayay madaxweynaha Soomaaliya tiimkiisa UBD UBD xisbiga la yiraahdo Xasan Sheikh Maxamuud haddu doono ha maqnaade macnaheedu way ku wada jireen dood baa dhex martay adduunka isgaarsiin baa jirta shirkaasi waxaa ka maqnaa
فرح عبد القادر ومركز سيسقوا وسيرك وحبرشاد ملكياشة حكومة الدم الجديدة فرح محوقة مغناطي صابته حوية مركز إثيوبيا أيو كبقايا إسقى فرح إثيوبيا نسيردون بيكل هذا هاي فيلا الصومالية يحرمها الدولة جاي الصومالية وسعرت الجاشان دي جاي كم لنتهي ريبوت كان إياه قدر مركز فرح ما أدام باصبور إثيوبيا أو دبلوماسية أو هايستو معني جادوس إثيوبيا ويهي مركز شركة عسي وحيابها لو جوجر فينا هاي ميشن كيسي إن معني إثيوبيا ربعته معني أنا وقت ما أدو مدونيو إثيوبيا نسيرتي سوى هيسا مركز فرح عبد القادر شركة عسي حالي تلو أو كم قنا هدي عدي أيجو بينين كرتنا تليفون كسوق قفصته هدي حشرات كانوا أنا يشرين فيلا الصومالية مدحوينها الصومالية حالي تلو مركز يسويه وجاري مركز يسوي معني إن إسعزل اللي يرادو هير وحال الجاري حتى إسعزل حسن شيخ محمد حالي تلو سيدو أويي سيدو وحسن أويي أنت السياسة دو كجري ما جرنا أي مر أويي أنا جماعة قانو فرماجة حتى مر كله ترتمعي وكبين شيء يعني سقو كرسي قدونا أي يا حالي سيدو أويي محاي لي نمك يصير تكهاي صاحب بديسو إسكتيم كأهايين أي وحي يرهدين صاحب النجوى كوكلا تجينا حزب جان وحن كوكلا بيرينا ماركي سمعنيه دلجر جرب كالرابلة أيام كبيرينا قارنا وحي لأن معارض كان توس الراعينا سامي ليدا هديك لو وحن مشقينا أيام نقصوا أفقابي دينيو مالول بالدقال با كفرتي أحمد مذوب الدقال با كفرتي بنتلان دقال با كفرتي ماركي سمعنيه مالول بالدقال با كفرتي حسن شيخ محمود السجن وحقوق قرب حي نكر لي رادو الرئيس الوزاري حمزة عبد البري حمزة عبد البري اللي بفر أيو تاجي حسن شيخ محمود وحقوق يرنيو أنا يقول قاعدين بنا هيو دارود بنا هيو وأنكم أنا متلا مشقين يسو action speaks louder than words بالقول حمزة عبد البري فعل كأيا كفل قلب دن وحافك لقى شيء صاحب لبوا معمول بنتلان يجبلان ناكين تدوا واجب كرسي كان ساسات كجوجي كرتا أما جب معني بنتلان يجبلان هدا وذا كيني ويسو وإن بنتلان أت كنتا أما جبلان وإن كنتا أن حسن وحي يريد دقال مجلي كارو أنيجو chair ماركي سي قرشة عند جي تلابا مقادي كارو chair لبضع سمامل أكنتد أما لبضع سمامل بتكود أكنتد هدا ذا كيني كرين أدي ما ماليري حمسة عبد البري دت كيسنا والجو جيجوي حلوان نذي والجو دري ماركي سي أحمد بدوبي وجو ما يالو أدي ماما مدة صدح بلاد جده هدنا حسن شيخ محمود وحدونا يا إن حمسة عبد البري وبدلو حسن وحويري هذا وحي كت على طماع يندم الجديد حليته على الشركة إن مريحان معني مر لقديقو رئيس الوزارةها مرنا وحي دهين ما شرتين إن لقديقو تاسع إسكت على طماع ين مرك إيجا ورر إسكت سوء العلي وحي دهين مريحان هدي رئيس الوزارة لقديقايو مريحان أفق الليلة يعني ماي وحني لها وحي ده هرت مريحان يوم شرتين بأنسو جيدنو مركو وحي ليري هدي رئيس الوزراء نمدا ما شرتين لسيو مريحان سيدي لو سو جيدن كره ما افق ليله نوغو شقيه ها معني ولبا رئيس الوزراء نمدا هلا سيو مريحانكا فرماجه اسكا ايلوبا هلا يرادو ماركاسي او كرسيغان او ترتمي لها بلس لكن مريحان او كالي افق ليله نوغو تاغير ان كوغو شقيسنو ماركي سمي يلايو واتلدي ديو بي دي اما دم الجديد حالي تولي ماركي معني سلاني يكالا تاقاي اي ارينتو دو معني كسو ادلان قادي ماركي دمنا وحي دهين وحان او دي بينا نيكا اللي يرادو ماركي سمي مچارتين بان او دي بينا ماركي تلدو ده وحي جوكتا هدي مريحان آن كينو مچارتين آن نغمقن هدي مريحان معني مچارتين آن كينن مريحان آن نغمقن سيالنا ماركي سدح بلود قدوه ده وحو ربا إنو أو ماركي سمعنيه سو سارو نينكي بدلي لها الرئيس الوزاري حمسة عبد البري أما مچارتين أما مريحان سيداسي أيا ماركي سمعنيه تلاد حسن شيخ محمود يساحي بديسو حالي إيسكو تمايين ماركا حمسة عبد البري أو حالي حلبانة دو دارن أي ما أنت وركي سيسي أود بانشيرين حقايقو أفكيبا جوق دقبي أود بانشيرين حقايقو أفكيبا جوغ دقبي هاي شادن باي هرسيد داي شلبا إيقو هلاي هاي فيلا صوماليا
جربان كلوشا خطرا تلا دان دان كرسيجي ويري جنادان كو غلايا حمسة عبد بره وميدتك اللي فاقنا ايو لفهد العشور ايو آنو كهدلين فلسطين وان ادودا ودهاي حاجد وحي كسو اروداي صاحب بنتلان اي جوبلان كان حديك لفقارتو فقارتو فقارتو أنك بلاش خوف نو لما تشوق عيو صدق كونه الدولار خوف بلاش وما الصين إنه مشارك معني بين بين وما دي بينه هرت ولا ليال حمزة عبد البرة تي لا يريد بقى كل عضي ها ها نصيب درة كل عضي ولقي يخوف كنا نصيب درن حمزة عبد البرة أو سياسي ما بقى قامبا ناقا وحيد يجرين نينك يقول دريه لق ملأ نبركو ككل الجبيه النجنا مركي آي يرين عرور أنا هين وحيد يجرني ninka dheer dheera dheere duuni waaye dheri dabsaaran dhaafi maayo waa la isku waayey labadaas aqli iyo dheeraan waa la isku waayey walow nin hadda kor dheer iyo nin gaaban oo isla jira la yiri ninka gaaban uu moodaa ninka dheer ilaan anaga samadaana laga xukumaa ee معني إنه الصمد وقلنا وياه أخبارت الصمد أنا وسود دقي سنكره مركز عقل جابني ديسي نكي جابنا وحكوي ركيت نيرة ورني الصمد محل كشيء جاي مانت ما أنا والبو يديه مركز دم بوحيري عقل جابني نكان جابن ولا يه وحيري إن على طلا على قصير على الهايوري إن على ذه كل عدد كان جابن ساسا أنا هذا ضد جابن ومقفين نع أنا هذا جابني يديري أنت بواود حياة linki xawayn ay la qabtay macnaheedu burbur kan markii la isdilay ya tahay 8 ya tahay 9 war 8 nima ay 19 kan taaganahay u yiri ki kale labada saf ka shaki marka anigu meter iyo 70 iyo 4 baanahay bini aadam kana wixii meter iyo 60 macnaheedu 60 iyo 5 ka hooseeya gaabni baa lagu tiriya wixii meter iyo 60 macnaheedu wixii meter iyo 70 iyo 5 ka sareeyna dheeriya lagu tiriya marka 60 iyo 5 iyo 70 iyo 5 inta u dhaxeysana mutawasaq waa sideed ma xisaaga toqata islaatay daa sheekta inaan macnaheedu dheeran aan ku xisaabsanayn gaabni inaan ku xisaabsanayn wallahi yada ay sheekta marka sidaasi awgeed marka ninka dheer iyo ninka gaaban dhibaatoas ay kala leeyihiin mitri fudawatar ya afar aaniga todobaatar ya afar todobaatar ishan haddu macni sintiyal oo qaldo ama sinti oo qaldo hadda ma fahmaysa marka 60 iyo 5 adduunka wixii ka gaaban waa gaabnaan hal mitri 60 iyo 5 wixii hal mitri 60 ah iyo markaysa 5 ka dheerna dheeri waay dheere dheere duuni waay dheeri dabsaaran dhaafi maayo waay hadda ma fahmaysa marka aniga dheeraan ma xisaabsani gaabina ma xisaabsani hal mitir 70 iyo 4 aanahay baasaboorkayga ku qoranta waa la imitiriye waayahay si kastoo ahaataba xabsa cadi bare waxaa lagu yiri anagu tarbiif 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 inaad meelaha noo soo socotid macna nooma samaynaysaa la yiri saaxiib kismaayo waa lagu kala baxayaa almost konton xildhibaan ayaa kismaayo u socota kuwii degel ee mirifla qaar ku biiraaya haddii marka kismaayo konton ay ka degto macnihii puntland ay konton ka degto wuxuu yiri xasan sheekh maxamuud lafta gareen hal lagu ku taagan yahay degel ee mirifle anaa tuugtuugaya oo macnihii waan ogahay inuu igu boodi doono xasan aad dhahay ay noo waa garanaya marka haddii lafta gareen macnihii 70 uu la boodo xaggey dawladii joogtaa saaxiib labadaasi maamul aa ka dhalatay midkood keen haddaadan wada keeni karin haddii kale soo maan fooridii diganjeelo xamse cabdi barrow ma been baa sheegaya ilaahay baan kugu dhaarshay ra-iisul wasaarehenow ma been baan kaa sheegaya macalinka lugaya uu seed ku ogaatay maarkaysa adigu ma jinkaa la shaqaysaa haddaad jinku qayb kama oga qaybna ma ogin anaga qaybka ilaahay basaa og dhulkana sidii suufiyaasha oo kale taakataakaan ugu jirnaa ma dhahayno laakiin xasharaadkeena ka shaqeeya xarumaha dawliga ah si kasta oo macnihii geedaha loo jarayna waa dhex joogna ra-iisul wasaare ma been baan sheegaya aniga ma ahay ninka ma arkayse ku yiri ra-iisul wasaaraha macnihii qudba sireedu ku qaba gabar digil ah oo mirifla ani ma ahay soomaalidu waa tan aan uga digay aan dhahay nimanyow ma arkaysa qoysaska isku dirina ra-iisul wasaaraha soomaaliya haddii macnihii xaaskiisa ay u joogto gurigii mahad salaad ee qaahira ay wada degan yihiin
عرور بينه هاي ساعة هكود ديرنا كالبسباس يعني لو قصوا برسانين قبرنا قد بصيرادة أو كقبو معني أو ديقل أو مرفلاء أو حسن آلاي وسير كين حنانا ده حوالها أوسيي معني هالشيك شيقين وطن صومالي ده أنا وابكو دفاع عيامي رئيس الوزاري حتى ما فهم يسا أنا نيكا كو دفاع عيام بحي مركا اسكو صوى دادوب رئيس الوزارة والرئيس الوزارة هنا لكن هو الهيدي ربا رئيس الوزارة ما بان باشيق عيام وايا سياسة سيسو بدلي سؤيان مرول بكو شيقيا قدقى الدورة شدا كارن كفدرال كصوماليات عشان كشلايا انكو سيئي وقبسن وحل لبانا دو إساق وحبرا أولا ديقان دورة شدا دانا وابراوي والله ياب وغيري والله يا هابي لكن فيريا هي معنيه سرق هذا يدو طاي معنيه وحاماشان كحيقين وماركا يسير جوغة ودوه عني ما يدهان حسن شيخ محمود دودي حالي نمان كان ما فيه وهابين والبا ماركا يشيران وحبي قديان أنا كان وايدين لو ذاكنا وايهي awada waxa la yaabtaan ku sheegi doona marka ugu dambeysa muqaalka waa yaabi doonta waad i ayn doonta qaarkiin waad yaabi doontaan qaarkiin waxay dhin doontaan ninkan wax roo mu sheegaya ninkan macni qamri mu soo caba ninkan ma arkayse macni waa nin waalan qofba wax buu sheegaa ha waxa aragtid sheega adiga laakiin aniga warka aan ku sheegay ki soo baxa waa hadii ilaahay uu karaal noqdo raisul wasaaraha xalay toole saaxiibadiisa isagu معني إسعزل الجويرة حتى هذا ده نسعزلون وكانت جينا في النت الدولة دي ما دي معني بنت عن كسر لسنا ما شاء سيكون دمات وهم حلي حسن الشيخ محمود جدال أقول نقطة مرك عشرة دي كام عدد إس إم سي شن يتمكن في أكتوبر عجلت جدال أقول نقطة تاريخ ده ضي وعند جدال وفي رسا صدح إلا بعطنك في أكتوبر نضي وحاكون درستا صدح دي نوفمبر سردون كي ما دي ورقد دي وكانين الدعي لحن سارو واي هاي حسن الشيخ محمود محاكا كان إنو يرادو برنامج كان برنامج شقين هاي ماهن لكن بوريس وقريس إرلو مشان وضا هانتي دي قناع ستادي إدستي إنتي بوبايين إنا لغو مشغولين مالو البنا معني إنا دقال كهوريو لو مشو سو مجدد وركلانكو قدر إياه دانا qayladi iyo markay se bulamikadi doorashada 2022ka haday bilaabatay suuqii kala iibsiga siyaasiinta hadda aan kula hadlayo suuqii uu furmay wariyaha siyaasad doonaya wariyaha dollar shubay wariyaha dollar laga dhaxaya wariyaha xaraan qaatay wariyaha xaraan laga qaatay suuqii haddu furay now ko qofkii rabay suud inuu xidho شيخ شريف شيخ أحمد وحال لغا وعي ماركي سيحالاني أيا لغا وعي ياك وعي أطوره لغا هذا 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 وحال ويري go ahead حسن هلغا قبط دلك أبابي لا سعود ما أنت لايف كوكو شاي حسن شيخ محمود سردونك ماركي أولا كل معي وحا معني لكت الله قد بحي لبا قضب وحا نفسي سن مربنو أما بوت أما دع It's up to you أدى يكون تعالى محيطة إلا بدا قدر ودر أقل إيا بدعس بل أدى يكون فصير بدعس إيه فصير أدى ألا إيه فصير هاي بدعس حوتي إيو إيوال إسكول هاي صومان الدون كان وحباء أمرا وحالو قيري ودر أقل إيا بدعس بدا عصبان كوجينا يا هسا مالي صومان بدا عصبان كوجينا يا بيا شنان كوسينا يا بد بدا اركتي برواقا قادنا بالله كوكو مريا بلد وين سماينا استا عبد الناصر معلن سعيد الهي هون حريستي فنان كي صوماليات قرن كاينو مريحان هي انو ملاينيو بار اوبح اسقو موتا وتا ماركاي سمعني اي كو كلغويس بابور كو كلغوي واي ماركا لا كو علين دونا نيو ورك معني سي وين او فهن وخا لوغو ييري ماركاي سي نيو لبا قودب بدعس كو ودر اوغل لبو وخي انتاس كو هوسيا guriga hooyadaada la aadaysa hada hooyo ma aynin hooyana caymale laakiin atoora lugaya sida ku yiri xasan sheekh maxmuud kulanka degdega xalay marka ka saasabay maxaan yeelnaa
أدو وحبا للرقرقية وحي للرقرقية عشر كيغة هذا إنتان هذا لا يو قدال بادك أغان دونتا واي غوصن غوصن كايان كودة جرناولي وحال الله شاقي بقول صدن إيشانتي أضي وحسن أيان دويد وديدنا مساجد كمركو تاقنا برتي بالله نقونا إيابا ليري إيقاد متقارا نمانا إدهان يالدها إيقاد فديقو دي حقيوي جبوتي إيقاد إيهر قلباتك أيها قدالك تاقن أرينك إيقاد إيهر قلبات أيها قدالك تاقن سندك عصوب حالقوري حسن شيقو دولة عصوب أو وضر أقل كتما عدا أيها صوماليا أولي سينا أما وضر أقل باتكو صور نقونا إيسا شقادة عنكو ديرنينا وابدا سي عس يا وضر أقل فدا عس شقادة اللو دير أنه مقرنا إمرك حسن إذنك صوفا ليا وحصو باربارا أنا هدي حب مهيما كسينا يا ويا بقول صدنا إيشان تاس أضينا حسن واتي النبع درات أولها أضي هبل ومارك يسمعني هبل وصوت دوري مصيرك أمدك ومجرأيو واتي أولها مارك وحي إنو كبودو دونيا لكن كما بودي كتدا أما بقول صدنا إيشان تيا الله نقن دولة عصب أيا الله ديسي صوماليا ولي معني ما مولادا قار ديبا الله يقول نقن ديبا الله ديسي أما حسنو ودر أقل بات إمانا يساء waye hay marka laga reebo Puntland inta kale waxa la dhismooda lagu noqonayaa hata warka ma fahamta saasa lagu yiri atoora lagu yaa ku yiri xasan hadaan been sheegay xasan ay macnaheedu waa been tahay dhaho madaxweynaha dalka Djibouti codsigiisi xasan isagu maadaama isku dhacsanaayeen markii gudoonka baarlamaanka Djibouti mudane Dileete Maxamed Dileete uu u soo diray Muqdisho codsigii geelle xasan waa u fuliyay maxay ahayd Soomaaliland juqjuqaynta ka daa meelaha kale ma arkaysay burburso hawl baan ka wadana ayrde ayaa lagu yiri waxa lagu yiri waa inaad amaanta Soomaaliland xasan Sheikh Maxamuud baarlamaanka intuu hortagay Soomaaliland hormarkeeda ma ka sheekeyay way hor u martay ma dhahay soo raadiya hadii hadda kamaradda laga gooyay ma ogi sidoo kale Soomaaliland doorashay qabsanaysa dhexba lagu yiri ma dhahay mise ma dhihin soo raadiya waaye geelle amarkiisu waa u fulay baad u malaysaa waa markii ugu horeysa taariikhda inta la nool yahay Soomaaliya maalintii xurnimo aanu gaadhnay 1960kii kooda luuliya gobolada waqooyi koonfureed markii la isku daray waa markii ugu horeysay madaxtooyada qaranka Soomaaliya ee ku taala Wardhiglay warta nabad ay u bixiyeen been bay sheegeen Wardhiglay baa ku saxan gumeysi baa lagu la diriray dhigaas waa kii Soomaaliyeed ku daatay meesha magacaas saxan Wardhiglay ku taala waa markii ugu horeysay ajnabi laaluush ay ku qaybiyeen xildhibaanada iyo wasiirada laaluush lagu siiyay ma iga rumaysanaysaa wafdigii Djibouti ka yimaaday Dileete uu hoggaaminayay lacag buu siday lacagtana waxaa qaybinayay hadda Djiboutiyaanku waa ajnabi waa dad Soomaali ah laakiin baasaboor Soomaali iyo baasaboor Djiboutiyaan kala haysanaa laakiin ummadda Soomaaliyeed bay ka mid yihiin waa markii ugu horeysay taariikhda Xasan Sheikh Maxamuud waaye meesha uu dalka gaarsiiyay waa koodaysaa waa qoslaysaa madaxweynaha Soomaaliya marka uu soo laabta hadda dibadda ku maqan yahay waxa uu qorsheysan in laba meelood dagaal degdeg ah uu ka bilaabo Xudur iyo Baraawe oo ku kala yaala gobolka Bakool iyo gobolka Shabeelada Hoose oo Dhacmeeyland inuu dagaal ku qaado doonaya sidoo kale wuxuu doonayaa inuu dagaal ku qaado Gedo iyo Kismaayo inuu dagaal ku qaado doonaya waxaan ku akhrinayaa waxa weeye waa qariirad markaysa sir aan ku kashifayo oo ka qaalisan dheeman iyo dahab waay warkaan ayuu doonayaa markuu soo noqdo qorshihiisi inuu ka salgaaro waxaana Xasan Sheikh Maxamuud xalay toole ay gorfeeyeen maadaama golaha amaanka ee qaramada midoobay shanta joogtada ah iyo tobanka aan joogtada ahayn ay go'aamiyeen in ciidamada Masar Soomaaliya aan la keenin haddii ciidamada Masar Soomaaliya la keenayana in Xasan Sheikh Maxamuud markaysa macne aanay ku caawin adduunyada waxay go'aan ku gaareen
إن قرئس كحورنما أي سمايان ما دام ماركيس عيدا حسن كلجي كأمر قادنا يا صومالي أنا يجوجن إن مصاريدا معنيه وسوق ليه إسلام كان قرش كمصاريدا وديبته ما دام أسكرجا مصاريجا وحير أوكش قين كرو سداسي أوجد وحير جوان كجارين إن أي مصاريدا سوق ليان حسن يا صاحب بديسي يجو نن دلد أما أمبريلها قرمدا مدوبي يقولها أمانك يقولن ماركيس هوس إيمانين تاساك انت حسن شيخ محمود إنو ليه هاي أنه دل مدح بنانان حالي يودن محا وحان ربنا مصمى يسنكرنا ميا مدح بناني دي أن معني حرق منهن ميا كواسو صوودا لكن أدون كي ويؤدي دين هذا ما فهم إيسا وحانا لقويري حسنو وحمكوشا سيردون كمرايك كمركو ويماناي ماركيس كهرباء لقويري إيران إيروش وإنا كهردا وإنا كان دايب على جويري سعد على جويري مركا معنيه شينا هاي إيران إن بقالاس وكسو قادو معنيه لجوها بيجو عيدا كاس مصاري ده عيدا كاس عجور ربع إنه جيو عيدا كاس نن يو إن كأوحدونا يا إنه كانوا هذا نن يو إن عدي ما عدو يراد يدري يدري يعني استيت كميلان جبي أهنتس إنه كضاديو إسلام مركا أنا وكضاديو ماركيس معنيه قبل كهيران لبدا سميلوت ايو كدادين ربا مساريدا ونن امي صمتا لكن امي صمتي مساريدا والديد وايهي قضب كاسي ساقا بوساسنا وحو يروا last action بوساسو last action واي last action واف انجريسي فعل كاوقودن بيماشا ان كفلينينا كدقينا هذا معلن كي لغايا ماني والبنهور تاقن ولي معلن معني حسن شيخ محمود يدم الجديد وحي ليين وركارتا والبوء عن صوردقنو معلن كي لغايا ومدى وشيقاي وحي واب لسي اوقيا من كان انكارتا قبيان نقا قبصدا برتاسو دقاي حسن شيخ محمود سرايا قاس حسن داهر اويس ايو قوان صدا حسن شيخ محمود انو صوكعي مركان او ايان دويد معني اوحري درجة سرايا قاس حسن داهر اويس او ادو تقانان كورنيل مقود بي او او داشي باشا عير ايان لي بحر نبي او ماركيس الشباب بان احي الهي حد كما تنازلين تاغن مساكين تا الهينا ايوغو ميلاه مراي قبلها يرير معني حتى ايوغو شباب احين شباب احين نح وكسيد دينا افكا لو قلينا اي كامرد اللي هركينا اي كاس ايا حد توتا لو سو قليي وحو ربا انو صوب باندigo غور ميلا صوب باندiga ايا قدال باكو غان دونتا دولد مرايكنكا ديقنين عدباي سيساي مركا حسن شيخ محمود يسنبلو لشي مركي طليها سيردونكو ويمان اي سعاد ديقنين بايسيين شيخ شريف شاق احمدنا معني اللوغة يير اي هالك اللو يقانا حالاني او غرين لايت كلاسوسين اي وحالقو يري نو راشيا نو ايران اسمعنو اسمع قلنو دل كان انك عدا قالا كودي بني حسنو هداك جوغي ويدد وحاوي لغهان ميلا لا استاقين مربي حاليس لمبادان افكان للاحشون مربو للوك انتوغا ساسا لغير حسن شير وايا اذن روبلي او اه اقاسمها بانقي قد حقيا صوماليا دولد فدرال صوماليات اسلامر كان قبه دي توريسا جيهان حسن شيخ محمود او اه ارقيقا قاركا اه وسارد اريمها الدبادة صوماليا isagu wuxuu u shaqeeyay Raashiya Hassan waxa lagu yiri ninka sirdoonka Ruushka u shaqeynay gabadhaada aad ku darsatay adeerkaad u tahay nama anfacay Ruushku waa inaa ka tagtaa saas lagu yiri waayay qodobkaas isaga waa faanteen Hassan Sheikh Mahmoud kadib markii sirdoonka ay kala tageen warqadina uu ka ogolaaday uu yiri haye haye uu ku yiri waa kan macni iska soo jaray معني حالي طول فدرال مجلو فدرال معني ويس كل ما طي سيدو كلانا ماركي سي معنيه واح دالك معني هدان قبسان كرنو قصب هدان قبسان كرنو انتا انكا قادنو ايانو حيرانا انا واي باشا داروت يدونا ماركي سي شر ايه كو قبسان ايان مقالة قروي شر كاسي وحو لومك عبحي مال قشيقا قنع ستادا ماركي سي معني صوماليين ولكن داروتا maalgashiga shirkaasi lagu qabanayo garowe wuxuu macnaheedu gogol xaar u yahay in shirweynihii qaran ee Soomaaliya dawladnimo cusub lagu dhisi lahaa ama Hassan Sheikh Mahmoud oo masakiin ah macnaheedu lagu keenilaha horudhac buu u yahay waxana gadaal ka rooga
ingiriiska iyo mareykanka iyo imaaraadka iyo saudi arabia madaxweynaha soomaaliyana wuxuu leeyahay si shirarkaasi aan u baabi'iyo waxay kaga dhigtay carmo waa inaan qabsadaa si ma arkayse macnihii buliis badan iyo ciidan badan aan u samaysto meeshaasi aan uga taliyo dadaal marka wuxuu ugu jiraa carmo in uu qabsado madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya carmona waxay ku taalaa haddaanan khaldanayn inta u dhaxaysa ma arkayse qardho iyo boosaaso ayay ku taalaa lacagtii ma arkayse state-ka mailand ma arkayse macnihii ayaan dhoweyd xasan markuu toogtamay uu yidhi waxa layla dhaqaajiyo meeshay ila gaadhaba oo ma arkayse ay ku heshiiyeen tiimkan aadan madoobe iyo jaamac iyo lafta gareen in tiimkan iyo taliya shub iyo oo loo wakiishay ra-iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed ee labaad ee doctor cabdisalaam oo hadda la magacaabay waa tii qadar uu u dhoofay lacagtaasi waxaa lagu kala wareegsanayaa ma arkayse banki ku yaala qadar ayaa lagu kala wareegsanayaa dalka dooxa macnihii dalka qadar ee magaalada dooxa waxaa bangiya ka furtay xasan sheekh maxamuud kow dheh madaale laba dheh ma arkayse marwo saare indha yar oo marwada koowaad ee sharafta leh federaalka soomaaliyeed iyo weliba madaxa financial oil gabadha lagu magacaabo doctoressa jihaan xasan sheekh maxamuud oo marna macnihii doorashooyinka mas-uulka ah marna ma arkayse madaxa dhaqaalaha shidaalka iyo saliidda soomaaliya khayraadka macnihii madax ka ah dadkaasaa bangiya meeshaasi ka furtay haddaba lacagaha kala wareejinta ah wakiillo waa in ay joogaan lacag la issiinaayo oo igu soo orod oo kaasha ma jirto lacagta ma arkayse shuruud baa hortaalla shuruudda hortaalla waxaa weeye ma arkayse macnihii waxaan fuli ajendahan fuli markaa fulisid intaasaan kuusii daynaynaa ajendahan fuli intaasaan kuusii daynaynaa ajendahaas fuli intaasaan kuusii daynaynaa waa lacag sidaasi lagu kala qaadanayo haddaba dooxa waxaa wakiilka a nin la yidhaahdo madaale